لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الحرة، عشرات القتلى والجرحى بانفجار اسطوانات أكسجين في مستشفى لكورونا ببغداد. في موقع عربي 21، قتيل وجرحى في احتجاجات على انقطاع الكهرباء في بغداد. في المدى، بعد أزمة المحافظ، محتجو ذي قار يصعدون بهدف تغيير المسؤولين. وفي صحيفة الشرق الأوسط، 3 قتلى بهجوم على ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السوري. في القدس العربي، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على مصلين لدى خروجهم من المسجد الأقصى. في الخليج الإماراتية، لبنان، انتكاسة جديدة للتأليف الحكومي بعد سجال الرئيس والحريري. وفي العربي الجديد، أنقرة تستدعي السفير الأمريكي وتبلغه رفض بيان بايدن بشأن إبادة الأرمن. السلام عليكم. في تصريح له، قال السفير الإيراني السابق لدى العراق حسن دنائي فر إن الهجمات الصاروخية في العراق لن تتوقف قبل مغادرة القوات الأمريكية، وأن هذه القوات ستكون مستهدفة في كل العراق، بعد أن لمسنا أن ليس هناك حقيقة حول إعادة انتشار القوات الأمريكية. أياد العناز يرى في صحيفة البصائر أن هذه التصريحات تشكل تدخلا سياسيا سافرا في شؤون العراق وطبيعة السياسة المتبعة فيه، وتهدد أمنه الوطني والقومي، وتجعل البلاد ساحة لتصفية الحسابات السياسية الأقليمية والدولية. الحديث الذي أدلى به حسن دانائي يشكل علامة فارقة في العلاقات الدولية بين البلدين، ويؤكد حقيقة التدخل والنفوذ والهيمنة الإيرانية، ودليلا على استمرار النظام الإيراني في مشروعه السياسي داخل العراق، واعتبار العاصمة بغداد هي إحدى العواصم العربية التي أصبحت تحت النفوذ السياسي لنظام طهران. تتكرر هذه الأحاديث دائما وفي جميع وسائل الإعلام والمحافل السياسية التي يتواجد فيها النفوذ الإيراني، وهي انعكاس حقيقي للسياسة المزدوجة والتخادم بين النظام الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية في الميدان والأرض العراقية، والتي أصبحت واضحة المعالم والدلائل وذات حضور دائم في المشهد العراقي. ولكي نكون أمام واقع ميداني سياسي واضح، يجب أن نعلم أن السفير حسن دانائي هو أحد المسؤولين عن الملف العراقي حالياً مع علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، ومعه السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، وجميعهم سبق أن كانت لديهم برامج وأدوات وخطط ميدانية ساهمت في وصول الوضع السياسي والأمني المتدهور في العراق إلى ما نراه الآن، وفق رؤية سياسية وأمنية وعسكرية تحاكي طموحات الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن تنفيذ المشاريع السياسية ذات النفوذ الواسع لطموحات النظام الإيراني الحاكم في طهران ومؤسساته السياسية والاستخباراتية والأمنية. الكاتب يشير إلى أن حركة ونشاط المسؤولين الإيرانيين عن الملف العراقي اتسمت بتعزيز الإرادة الميدانية للنظام الإيراني والحرس الثوري في وضع الخطط وإعداد التشكيلات والهياكل التي تحدد مسارات العمل للميليشيات المسلحة، متخذا من الأرض العراقية ساحة لتنفيذ توجهات وأهداف إيران، ومنطلقا نحو عواصم الأقطار العربية. قالت صحيفة القدس العربي في تقرير لها إن الصراع الشرس بين مافيات الفساد المدعومة ببعض أحزاب السلطة والميليشيات وبين القضاء في العراق يتواصل في مسعاه للحد من نهب المال العام الذي وصل إلى مستويات قياسية عالمية غير مسبوقة، في وقت يعيش ثلث الشعب
في فقر وأزمات طاحنة مزمنة جراء تفشي الفساد وسوء الإدارة التي أوصلت البلد إلى حافة الانهيار الشامل رغم الإمكانيات الهائلة فيه. الحقيقة أن عمل لجنة الفساد ليس يسيراً، خاصة وأنه يصطدم بمافيات فساد مدعومة من أحزاب متنفذة في السلطة وميليشيات مسلحة منفلتة تتحدى سلطة الدولة، كما رأينا مؤخراً في خروج مسيرة مسلحة لميليشيا ربع الله في بغداد وتهديدهم للكاظم وأبو رغيف بعد إلقاء القبض على أحد عناصرها، وكذلك الحكم الذي صدر قبل أيام على قيادي في التيار الصدري بالسجن سنة مع وقف التنفيذ رغم إدانته بقضايا فساد واستيلاء على عقارات واستغلال المنصب، إضافة إلى ضغوط الأحزاب على أعضاء لجنة الفساد ومطالبة بعض النواب بحلها بحجة سوء تعاملها مع الفاسدين المعتقلين، ومع أن القرارات الحكومية الأخيرة بملاحقة بعض الفاسدين تبعث أملاً ضئيلاً بإمكانية إصلاح الأوضاع وردع الفاسدين، إلا أن عجز الحكومة عن ملاحقة مسؤولين مرتبطين بأحزاب سياسية لديها فصائل مسلحة يجعل تطبيق قرارات ملاحقة الفاسدين انتقائية ومحدودة ولا تشمل كبار المتورطين. ومن جانب آخر لا يمكن عزل حملة مكافحة الفساد عن معركة الانتخابات القريبة والصراع بين القوى السياسية على كسب الشارع، خاصة وأن استخدام القضاء من بعض القوى لاستهداف الخصوم والتسقيط السياسي هو سياق متواصل في عراق ما بعد 2003. وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول إن الأيام المقبلة ستحكم على مدى جدية وقدرة حكومة مصطفى الكاظمي على فتح ملفات فساد الحيتان الكبيرة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والطائفية. أخيراً أخبرتنا لجنة تحقيقية أن العراق صرف على الكهرباء منذ عام 2005 وحتى عام 2019 أكثر من 81 مليار دولار عداً ونقداً، وبشرتنا وزارة التخطيط أن أكثر المدن فقراً في العراق هي محافظة المثنى. علي حسين يقول في صحيفة المدى: ما الجديد في هذه التقارير؟ لا شيء، سرقة بوضح النهار، مجموعة من كبار المسؤولين يتآمرون لنهب الأخضر واليابس. لقد كتبت في هذا المكان عن المشاريع الاستثمارية التي قدمتها بعض دول الخليج لتنفيذها في محافظة المثنى، لكن قوى سياسية زمجرت وغضبت واعتبرت هذه الاستثمارات محاولة للاستيلاء على الاقتصاد العراقي، بينما الحقيقة تقول إن هذه المشاريع لم تحظى بموافقة الجارة إيران، عندما يستسهل المسؤول الكبير السرقة والنهب وإثارة الفتنة الطائفية يصبح كل شيء آخر بسيطاً أو مبسطاً كالسطو على مال الغير وبث الفساد في مؤسسات الدولة. ولأن العشوائية هي المتحكم الرئيس في كل حياتنا، فيصعب أن نعثر على رقم واحد وحقيقي للمبالغ التي صرفت على الكهرباء، فاللعب بالأرقام سياسة حكومية مستمرة منذ أن أقسم الشهر الثاني بأنه سيجعل العراق في مقدمة البلدان المصدرة للنفط، وأطلق تصريحه الشهير عن ثمار الزيادة في صادرات النفط، ثم طور المالك الأمر بأن قال إن العراقيين يعيشون أزهى عصورهم. طبعاً الفقراء في العراق لا يشغلهم كم تبلغ نسبة النمو وهل زاد العجز أم حدث انكماش، ولا تشغلهم تعبيرات الشهرستاني عن ثمار التنمية. كل ما يشغلهم عجزهم الشخصي عن تلبية احتياجات أسرهم وأن يملكوا مالاً كي يروا ثمار التنمية في سكن صحي وكهرباء مستقرة ومستقبل آمن لأبنائهم. الكاتب يضيف: متى يأتي على هذا الشعب المسكين اليوم الذي يسمع أو يقرأ أن حسين الشهرستاني ومن معه سيقدمون إلى المحاكمة بتهمة الضحك على عقول العراقيين؟
قدم أهل القدس ومن خلفهم الشعب الفلسطيني في عموم الوطن المحتل والمحاصر ما عليهم، ووفروا لقياداتهم فرصة استثنائية لتعزيز حضورها وتصليب مواقفها في مواجهة ما يعترضها من تحديات جسام. عريب الرنتاوي يقول في صحيفة الدستور الأردنية إن أهل القدس أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المقبلة حتى قبل أن تبدأ الانتخابات ومرحلة الدعاية الانتخابية، والمطلوب اليوم استثمار هذا الموقف لترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز جدران صموده. أهل القدس قدموا دعوة فورية ممهورة بدمائهم للفصائل والقوائم أن تدافعوا للدفاع عن المدينة، وليس للجلوس على موائد حوار الطرشان بعيداً عن الحسابات الأنانية والانتهازية. فالمعركة من أجل استرداد العاصمة وتطهيرها بدأت بقوة، ويتعين المضي بها قدماً وبسقوف تتخطى الانتخابات ومندرجاتها إلى تكريس فلسطينية المدينة وعروبتها وإسلاميتها ومسيحيتها في مواجهة عمليات التهويد والضم الزاحفين، وفي كل صدام مع مشاريع الأسرلة المنفلتة من كل عقال. كلما تسلل اليأس والإحباط إلى نفوسنا تأتينا النجدة من الشعب الفلسطيني ومن أهل القدس. الشعب يتفوق على نفسه، والفلسطينيون سطروا بأجساد شبانهم العارية ملحمة بطولة تعجز الكلمات عن وصفها، والذين رفعوا لواء القدس فلسطينيتها وعروبتها هم جيل ما بعد أوسلو، الذي ظنوا وظننا أنه بات منهكاً بانقسام السلطة وترهلها وانحدار مشروعها الوطني. هؤلاء على ما يبدو لهم قراءتهم المستمدة من تجربة المقاومة اليومية للاحتلال، ومن راهن المواجهة المتصلة مع قطعان المستوطنين المدججين بالكراهية والعنصرية، المحميين من الجيش والمستوى السياسي والقضائي في دولة الاحتلال. شعب يتوارث هذا الإصرار وتتناسخ في أجساد أبنائه روح التحدي والبسالة والصمود لا يهزم. لقد أطاحوا بالفرضية الاستعمارية عن العاصمة الأبدية الموحدة. الكاتب يشير إلى أن يوم أمس كان يوما من أيام فلسطين المجيدة. أمس كان مبشرا ونذيرا، مبشرا للفلسطينيين وأصدقائهم بأن عجلة الكفاح لن تتوقف، ونذيرا لمن أصابهم الزهو والغرور وأخذتهم الغطرسة بأن المستقبل ما زال زاخرا بالمزيد من المواجهات. فالأمن أمن فلسطين أولا، والسلام سلام فلسطين، ومن دون ذلك كله لن ينعم أحد بأمن وسلام واستقرار. بات اليأس السمة الأبرز في حياة اللبنانيين هذه الأيام بعد أن أصبحوا يسلمون بأن لا مجال لإصلاح الأوضاع الاقتصادية اليوم من دون حلول أوسع في المنطقة والإقليم. حسام كنفاني يقول في صحيفة العربية الجديد إن الحديث كان سابقا يتم عن انفراجات ممكنة على الصعيد المعيشي في حال تم تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، والتي قاربت محاولات إبصارها النور الستة أشهر من دون أي نجاح يذكر، لكن الأمور تتجه إلى مزيد من التعقيد. لم يعد هناك مكان للحديث اليوم عن إمكان حدوث انفراجة في حال تمكن الحريري من تشكيل حكومته، وخصوصا أن هذا الأمر وإن كان له بعض الأثر الإيجابي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، إلا أنه سيكون أثرا مؤقتا، خصوصاً أن لا تغيير متوقعاً في المعطيات السياسية الداخلية. هذا الواقع تدركه المؤسسات الدولية التي يراهن عليها الحاكمون في لبنان لمحاولة الخروج من الأزمة، رهان قائم على مزيد من القروض التي من شأنها إنعاش الخزينة اللبنانية ببعض العملات الصعبة. لكن هذا الخيار لن يكون متاحاً من دون إجراءات جذرية من الحكم في لبنان، إجراءات اقتصادية ستكون لها تداعيات كبيرة على معيشة المواطنين والمقيمين في البلاد، غير أنه لا يبدو أن هناك مفراً منها، وخصوصاً أن جزءاً منها كان من المفترض أن يحدث قبل عشرات السنوات، وتحديداً فيما يتعلق بتثبيت سعر صرف الليرة، والذي كان عملياً إجراءً وهمياً مرتبطاً بقرار سياسي استنزف احتياطات المصرف المركزي، إضافة إلى التعويل على المؤسسات الدولية.
تحاول القوى السياسية اللبنانية ترويج وهم آخر له علاقة بالمساعدات الدولية عموماً والعربية خصوصاً، والتي يمكن أن تتدفق على لبنان فور فك عقدة تشكيل الحكومة اللبنانية. ويختتم الكاتب بالقول إنه ما بين تشكيل الحكومة أو مساعدات المؤسسات الدولية أو الدول المانحة أوهام حلول لا يمكن لها أن تصرف على أرض الواقع قبل تغيير كثير من موازين القوى المحلية والخارجية. بانتظار ذلك يبدو لبنان ماضيا في مسار انحداري لا قعر له. حذرت مجلة ناشونال انترست الأمريكية من التغلغل الإيراني في إفريقيا، ونشرت المجلة مقالة للكاتب إيلان بيرمان قال فيه إنه بينما تركز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الدبلوماسية النووية المتجددة مع إيران، فإنها تخاطر بفقدان الإشارات الواضحة على أن النظام الإيراني يكثف نشاطه في مسرح استراتيجي مهم هو شمال إفريقيا. الكاتب يقول إنه سمع هذا التحذير في الرباط خلال زيارة له الشهر الحالي بناء على دعوة من وزارة الخارجية المغربية، وينقل عن مسؤولين مغاربة قولهم إن النظام الإيراني يبني وجوداً إقليمياً مستداماً بإنشاء مراكز ثقافية واتصالات غير رسمية في جميع أنحاء القارة، مستفيداً من الجاليات اللبنانية المهمة والمتعاطفة الموجودة في مختلف الدول الإفريقية. وهناك أيضاً أدلة موثوق بها على أن إيران تعمل مع مجموعات إقليمية متطرفة، فعلى سبيل المثال عن طريق ميليشيا حزب الله اللبناني دعم الطهران جبهة البوليساريو منذ عام 2017 على الأقل. وينقل الكاتب أن النظام الإيراني يبني وجوداً إقليمياً مستداماً بإنشاء مراكز ثقافية واتصالات غير رسمية في جميع أنحاء القارة الإفريقية، مستفيداً من الجالية اللبنانية المهمة والمتعاطفة معه والمرتبطة بحزب الله والموجود في مختلف الدول الإفريقية. ويشير الكاتب إلى أن هذا التعاون مقلق إلى درجة أن المملكة المغربية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران رسمياً عام 2018 نتيجة لذلك. وقال خبراء أمنيون إن وفود البوليساريو سافرت أيضاً إلى لبنان للتدريب. وبالمثل هناك لإيران الآن وجود كبير في موريتانيا المجاورة وتونس المجاورة، ويعتقد أنها تنشط في كلا البلدين في القيام بعمليات التجنيد. يقول الكاتب إن هذا النمط من النشاط مألوف جداً، وإنه يعكس عن كثب جهود إيران السابقة منذ ما يقارب 15 عاماً لاختراق أمريكا اللاتينية وخلق ساحة دعم في نصف الكرة الغربي لمساعدتها على تجنب العقوبات الدولية وتعزيز العلاقات مع الأنظمة المتعاطفة المعادية لأمريكا، وإقامة قدرة تشغيلية كاملة يمكن حشدها في مواجهة الولايات المتحدة. تمكنت شركة أبل الأمريكية من التوصل لأول مرة إلى حل لمشكلة ضياع المفاتيح والأشياء الأخرى المشابهة التي يعاني منها أغلب الناس، وصار بمقدور الشخص الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة من أجل العثور على هذه المفقودات الصغيرة. وكشفت أبل رسمياً عن قطعة AirTags التي أطلقت عليها اسم، وهي عبارة عن قطعة صغيرة يتم استخدامها في تعقب العناصر المفقودة باستخدام تطبيق الموجود على Find Me على هواتف آيفون، أي أن هذه القطعة يتم وضعها مثل الميدالية مع المفاتيح، ومن ثم في حال ضياع المفاتيح يتم الاستعانة بالهاتف المحمول الذكي من أجل العثور عليها. بحسب المعلومات التي نشرتها تقارير غربية، فإنه يمكن إرفاق بالمفاتيح AirTags قطعة المحفظة أو غيرها من المنتجات، حيث يمكن بواسطتها الوصول إلى الشيء المطلوب، وفي حال انفصلت عنه تقوم فوراً بإرسال إشعارات إلى الهاتف المحمول المرتبطة به. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.